السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. النهاردة إن شاء الله رجعنا لكم عشان نكمل حل كتاب بيت باي بيت. النهاردة معادنا مع يونت 6 الوحدة الستة بعنوان Inventors اللي هي المخترعين. الأول خمس وحدات كلهم هتلاقوهم موجودين فوق في قائمة التشغيل بالشرح بالحلول بكل التدريبات بكتاب المدرسة. بدايتنا من بيج 181 181، بيقول لي a lot of are used in factories، بتستخدم في المصانع. lives حياة، planets كواكب، volcanoes براكين، reports إنسان آلي بيستخدم في المصانع طبعا reports. use the not cleaner to clean the kitchen floor، لتنظيف أرضية المطبخ بنستخدم إنسان آلي اسمه إيه؟ lawn cleaner، mower cleaner، vacuum cleaner، or cleaner، or اللي هو المجداف طبعا هنا هتبقى vacuum cleaner اللي هي المكنسة الكهربائية. an ought is a machine to cut the grass in a garden or park، بتقطع الحشائش في حديقة أو منتزه. vacuum cleaner المكنسة الكهربائية، lawn mower آلة قص العشب والحشائش، ولا washing machine اللي هي الغسالة، سمارت فون اللي هو الهاتف الذكي طبعا اللي بيقص العشب والحشائش اسمها اللون مور. there are eight that go around the sun، في 8 نقط بيلفوا حول الشمس. plants نباتات، sails شراع، planets كواكب، stars نجوم طبعا planets. that man has a very loud knot، I can hear him from the crossing road، الراجل ده صوته نقط انا سامعه من الناحية التانية. voice صوت بشر، face وجه او يواجه، graph يعني صورة بيانية، ability قدرة طبعا الفويس بتاعه الصوت بتاعه عالي جدا ومرتفع جدا. number 6 جملة رقم 6 بيقول لي I don't want to hear about your knot problems، انا مش عايز اسمع حاجة عن المشاكل النقط بتاعتك. reason سبب، person شخص، personally شخصيا، personal شخصي طبعا انا مش عايز اسمع مشاكلك الشخصية بقى personal. oxygen and hydrogen، الاكسجين والهيدروجين are not robots، انسان آلي. metals معادن، gases غازات، buildings مباني طبعا دول يعتبروا غازات. I went to the same shop to buy، انا بروح نفس المحل اشتري not shirt، لكي اشتري other shirt، another shirt، others آخر، else برضو آخر، اللي بيجي بعدها is مفرد طبعا another. A or an is a person who makes new things، بيعمل أشياء جديدة. inventor مخترع، explorer المكتشف، worker العامل، cleaner عامل النظافة طبعا اللي بيعمل new things ده الinventor. There are many nodes that go around the sun، بتدور حول الشمس. stars نجوم، vehicles مركبات أو عربيات، plants نباتات، planets كواكب طبعا هنا هتبقى اللي بتدور حول الشمس planets كواكب. I called علي، أنديت على علي to not him to come to the party، to remember يتذكر، recycle يعيد تصنيع، remind يذكر، or forget ينسى طبعا remind. tourists should sun cream on hot days، سياح المفروض يضعوا كريم واقي من الشمس أثناء الأجازات. add يضيف، wear يرتدي، dress برضو يرتدي، put on برضو معناها يرتدي. هنا عايزين كلمة يضع اللي هي wear sun cream، ده تركيب على بعضه كان موجود في unit 1 في الوحدة الأولى بتاع درس هيرجاد. Not scientists in Japan، العلماء في اليابان، have not a robot which can play football، بيلعب كرة قدم. reminded يذكر، designed صممه، cleaned ينظف، said قال طبعا design. Not robots are designed to help people at home، متصممة علشان تساعد الناس في الهوم. النيرفس العصبي، البابليك العام، الدينجرس الخطر، البيرسونال طبعا الإنسان الآلي، البيرسونال يعني الشخصي. robots are sent inside to study dangerous places، بترسل داخل النقط عشان تدرس الأماكن الخطيرة.
volcanoes البراكين, schools المدارس, libraries المكاتب, homes المنازل, طبعا volcanoes. Robots are designed with friendly, متصممة مع friendly not so that the children will think they are toys, علشان الأطفال يعتبروها ألعاب صغيرة. متصممة بـ races سباقات ودودة, faces وجه ودود, planets كواكب, tails يعني زي طبعا الوجه بتاعها, friendly يعني وشها قريب للأطفال. قلنا اللي بعدها بيقول لي engineers have designed robots, المهندسين صمموا إنسان آلي, that can you when you speak recognize يتعرف عليك, include يشمل, design يصمم, turn يلف أو يدور طبعا recognize. In hospitals في المساجد robots أو سوري في المستشفيات robots الإنسان الآلي can not children and help them to feel better, hurt يؤذيهم, disbelieve يخليهم متضايقين, send يرسل, entertain يسلي طبعا entertain. Page 185 185. On my friend's birthday في عيد ميلاد صديقي, I send not a present, أنا not هدية, أرسلت له, he, his, he is, him, طبعا him ضمير مفعول, send فعل متعدي, ودول كده مفعولين, عاقل غير عاقل, غير مباشر مباشر. درس ده مشروح برضو في القناة. Mom made a cake, ماما عملت كيك, to us, for us, us, to ourselves طبعا for us يعني لينا. Number 3, Sama sent أرسلت to me her book, for me her book, me her book, me to her book. طبعا الفعل lent هيجي بعديه مفعولين, في الأول بيبقى عندنا العاقل وبعد كده الغير عاقل. هنا عندنا العاقل مي وبعد كده الغير عاقل, ما بنفصلش بتو إلا لو كان العكس, يبقى sent me her book. I offered, offered يعني يعرض, أنا عرضت the guest to a drink, a drink the guest, for the guest a drink to the guest. هنا الغير عاقل وبعد كده العاقل لازم نفصل بحرف جر, يبقى a drink to the guest. Here is Ali's book, هذا كتاب علي, can you not ممكن تدهوله, give it to him, give it أو give to it him, give him it, give it for him, طبعا give it for him ممكن تدهوله. هنا طبعا وصلنا للرايت, بيقول لي did you book us the tickets, book هنا معناها يحجز, هل انت حجزت لنا التذاكر وعايز for us يعني لينا, يبقى هنبدأ عادي هنقول did you book, وهنبدل هنجيب for us هنا والتيكت هنا, يبقى did you buy the tickets, هل انت اشتريت التذاكر for us, ولا عملنا اي حاجة. The owner sold the house to أحمد, هنجيب أحمد هنا ونبدل الهاوس هنا, يبقى the owner sold, باع أحمد the house, طبعا ما فيش هنا حروف جر. ميسا sent some flowers to أمال, هنجيب أمال هنا نودي some flowers هنا, يبقى ميسا sent أمال, بعتت لأمال يعني some flowers يعني بعض الزهور. التمرين اللي بعده بيقول لي choose, اختار the correct answer. أول جملة بيقول لي إيمان sent an email for me, me, mine, to me. العاقل لما يجي قبل الغير عاقل مفيش أي حروف جر, يبقى me. لو كانت إيمان sent an email هتبقى for me أو to me. Tourist Information Center مركز الاستعلامات السياحي, give maps بتدي خرائط, not tourists for free إلى السياح, give من الأفعال بتاخد حرف الجر to. Manar give sandwich for lunch to her daughter, for her daughter, her daughter for hers. قلنا العاقل لما يجي قبل غير العاقل ما فيش حروف جر, يبقى her daughter. Mom usually reads not a story in the evening,
غير عاقل قبلها العاقل يبقى مفيش حروف جر يبقى أس. نمبر 5 رقم 5 هاجر كوكد نايس ميل عملت وجبة رائعة. هنا بقى الغير عاقل جه في الأول لازم حرف جر. هير فاميلي ما تنفعش خالص. تو هير فاميلي فور هير فاميلي يا تو يا فور اوف هير فاميلي. اشوف كوكد بياخد حرف الجر ايه، يا ترى تو ولا فور؟ طبعا بياخد فور. ده اللي خلانا اخترنا سي ما اخترناش بي. يارا جيف هير هوم وورك. هنا برضو الواجب يبقى هنا عايزين عاقل مفيش حروف جر. تو مستبعده خالص عشان فيها حرف جر. ذا تيتشر فور مستبعده. ذا تيتشر فور مش هنحتاج اي حروف جر عشان هنا العاقل هيجي قبل غير العاقل يبقى ذا تيتشر. هنا بيقول لي منير showed us his new camera. منير بين لنا الكاميرا. هنبدل هنجيب الكاميرا هنا وقص ونفصل بحرف الجر تو. يبقى منير showed his new camera كاميرته الجديدة يعني to us. Did you buy me a smartphone؟ هنجيب السمارتفون هنا ودي مي هنا ونفصل بحرف الجر فور. مش بنعمل أي حاجة، سهل جدا في الرايت. Did you buy a smartphone؟ هاتف ذكي for me. مايا gave a pen to her sister. هنجيب her sister هنا والبن هنا. يبقى مايا gave her sister ادت لاختها a pen قلم. السؤال اللي بعده dialogue محادثة بين اتنين بين سارة and منى. يلا كده نشوف بيقولوا ايه لبعض. سارة بتقول لها هلو منى. قلت لها هلو سارة. Yesterday we learned بالامس احنا اتعلمنا about robots. خدنا درس عن الروبوتس الانسان الالي at school. ردت عليها بحاجة قلت لها some robots dive underwater to study the sea. يبقى اتعلمتوا ايه مثلا؟ What did you learn؟ تعلمتوا ايه about them؟ عرفنا ان في انسان آلي بينزل تحت البحر. تلاقي حاجة تلاقي they can also هم ايضا can go inside volcanoes to study dangerous places. وممكن ينزلوا البراكين. يبقى ممكن يعملوا ايه تاني؟ يبقى what else ماذا ايضا can they do. تلاقيها can they help us at home. طب ممكن يساعدونا في البيت. تلاقي حاجة يبقى طبعا they أو yes they can طبعا يقدروا يساعدونا في البيت. How can they help us ازاي يساعدونا ممكن ينظفوا. They can help us clean the floor اللي هو الفاكيوم كلينر ممكن ينظفوا الأرض. السؤال الثالث معانا سؤال اللي choose. أول جملة بيقول لي I gave أنا أعطيت not the message. هنا الغير عاقل يبقى العاقل في الأول يبقى مفيش أي حروف جر. My sister for مستبعدة to مستبعدة ده طبعا ضمير ملكية يبقى my sister. A is a large object شيء كبير in space that moves around a star بيدور حوالين النجم. Plant نبات plane الطيارة planet الكوكب بلي يلعب planet. A or an is a machine آلة to keep your house clean بتحافظ على المنزل نظيف. Lawn mower آلة قص العشب والحشاش. Oven يعني فرن. Fridge ثلاجة. Vacuum cleaner المكنسة الكهربية طبعا vacuum cleaner. Please send an email me to me an email me an email at me. طبعا هنا بيقول له من فضلك ارسل لي او بعت لي. ممكن نضيف عاقل وبعد كده غير عاقل يبقى me an email. العاقل بيجي بعده الغير عاقل. طيب ليه ما تنفعش؟ عشان دي ناقصة حرف جر. To me an email المفروض تيجي هنا العكس الايميل في الاول بعد كده to me. كلهم طبعا ما ينفعوش. Some robots بعض الانسان الالي underwater to study the sea لدراسة البحر.
drive يقود, dive يغوص, recognize يتعرف, fly بيطير, طبعا طالما فيها بحر يبقى dive. Can you pass not please me the salt, the salt me, to me the salt, for me the salt. العاقل هيجي في الأول وبعده غير العاقل, يبقى ما فيش حروف جر, يبقى me the salt. Slam showed not his photos, صوروا, عايزين ضمير مفعول على طول عاقل, to us ما تنفعش, ولا us to, us for us طبعا send us. Number 8, رقم 8, not means to do something that interests people, تعمل حاجة بتشد الناس. Recognize يتعرف, enter يدخل, clean ينظف, entertain يسلي طبعا entertain. السؤال اللي بعده سؤال rewrite, اعد كتابة الجملة استخدام الكلمة التي بين القوسين. His grandmother baked him a cake, جدته حضرت الكيكة. عايز for him, هنبدل, هنجيب cake و him, يبقى نقول his grandmother جدته baked, نجيب الكيكة في الأول, هو عايز for him. لما الغير عاقل يسبق العاقل لازم يكون في حرف جر, وهو في الرايت الميزة بيدهولي. Did you lend your friend a ruler, هنبدل, يبقى did you lend a ruler, تيجي في الأول, عايز to your friend, هل سلفت المسطرة لصديقك. The waiter Gerson brought some juice for us, هندخل us في الأول ونبدل, يبقى the waiter Gerson brought us some juice, أحضر لنا بعض الايه العصير. بعد كده عايز paragraph عن robots in our life, الانسان الالي في حياتنا. دلوقتي هنروح لبيج 194, 194. We get a lot of from China, احنا بنحصل على العديد من نقط من الصين. Experiments تجارب علمية, centuries قرون, goods بضائع, voice أصوات طبعا goods. When water boils عندما المية بتغلي. We can see بنشوف a steel wheel, ice steam طبعا بنشوف بخار, صلب ولا عجلة ولا تلج. In the desert في الصحراء, they were as they lost their food, فقدوا طعامهم. Striving starving يموت جوعا, serving killing يموت ويخدم طبعا starving. Egyptians have always used the Nile to goods, المصريين دايما بيستخدموا النيل علشان يعملوا إلى البضاعة. Travel transport سافر ينقله, train يتمرن, translate يترجم طبعا علشان ينقله يبقى transport. Number 5 بيقول لي the sailor البحار got into the boat and used, واستخدم the knot sail across the lake. Sails أشرع, seats مقاعد, windows شبابيك, doors أبواب طبعا sails, sail يعني يبحر أو شراع. There was no wind, ما كانش فيه رياح, so they used the knot to take the boat to the island, استخدمه عشان ياخد القارب إلى الجزيرة. Oars المجداف, ears الأذن, ovens الفرن, seats المقعد طبعا oars اللي هو المجداف. The radio is an important, اللاسلكي important discovery اكتشاف, invention اختراع, calendar تقويمة أو نتيجة, research بحث طبعا ده يعتبر is an important invention. I want to note that point, على هذه النقطة, it is essential, عايز أؤكد, forget ينسى, remind يذكر, emphasize يؤكد, leave يترك طبعا emphasize. Scientific note is very important, مهمة جدا. Search بحث, problem مشكلة, steam بخار, research الأبحاث العلمية طبعا research, search معناه يبحث عن. The film was, الفيلم كان, I really liked it, أنا حبيته جدا. Fantastic رائع, bad سيء, hungry جعان, boring ممل, طبعا الفيلم كان really fantastic يعني كان رائع جدا. نجيب محفوظ is a Nobel Prize worker, عامل, scientist عالم, sailor بحار, winner فائز طبعا. نجيب محفوظ يعتبر winner, فائز بجائزة ايه نوبل, هو اصلا writer, ولا عالم ولا عامل ولا بحار. Are ships which many,
move by steam power بتتحرك بطاقة البخار steam irons حديد steam ships السفن البخارية calendars التقويم experiments التجارب طبعا steam ships last week a strong wind from the east رياح قوية من الشرق blue هبت flow يطير gave يعطي flooded يفيد تهب الرياح يعني blue Mr. Salah is an expert teaching science في تدريس العلوم expert بتاخد حرف الجر A at for about to طبعا بتاخد حرف الجر at experiments is very enjoyable ممتعة for the students للطلاب making growing doing building طبعا يكون بتجربة علمية do experiments The supermarket near our house sells the best ببيع أفضل goods بضاعة تس اختبارات steam بخار ريبوتس إنسان آلي طبعا goods I was ill yesterday أنا كنت مريض بالأمس not this reason لهذا السبب I didn't go to school يعني إيه لهذا السبب with this reason in at for طبعا for this reason يعني لهذا الإيه لهذا السبب Page 196-196 عندي ديالوج محادثة بين mother وسوها talking to her daughter بنتها about going to the market عن الذهاب للسوق Good afternoon سوها مساء الخير يا سوها I am going to the market أنا رايحة الماركت اللي هو إيه السوق قالت لها حاجة لها في الناحية التانية I'll be back يبقى هنقول متى سوف تعودي يبقى when will you be back طبعا الإجابة دي يا جماعة أنا أعملها والسؤال ده معتمد على الإجابة اللي هنشوفها دلوقتي في الصفحة التانية المحادثة لازم تتقري كلها مرة واحدة I will be back at 4 أنا هرجع الساعة 4 هتلاقي نقطة هتلاقي أوكي I will turn off the oven ما تقلقيش هقفل الفرن يبقى مثلا ممكن نقول لها لا تنسي don't forget to بيجي بعدها المصدر turn off the oven ما تنسيش تقفل الفرن oven يعني فرن you must remember that ولازم تفتكري نقط لازم تتذكري ان لا yes I know that my sister is asleep in her room انها نايمة في اوضتها يبقى لازم تفتكري ان your sister ان اختك is asleep يعني نائمة Yes, I know. Not yes, I'll start studying now. حاضر أنا هبدأ أذاكر. Will ينفع فعل مساعد. يبقى will you start. ممكن بقى تبدأي studying. ما تنسيش تبدأي مذاكر. لا حاضر أنا هذاكر دلوقتي. السؤال اللي بعده situation. سؤال المواقف. أول جملة بيقول لي Your brother is lazy. أخوك كسول. Remind him to do his homework. فكروا أنه هو يعمل واجب. يبقى اقول له don't forget كل ده يا جماعه مشروع في القناه بطريقه سهله خالص to عندنا كذا اسلوب عندنا don't forget وعندنا you must remember وعندنا don't forget ذات فعل ذات فعل وعندنا it's necessary it's important it's essential don't forget to لا تنسى ان do his ذات بقى طبعا your عشان انا بكلمه دلوقتي homework You want to emphasize أنت حابب تأكد that eating healthy food is necessary إن أكل الطعام الصحي شيء ضروري عادي ممكن أستخدم don't forget to eat healthy food وممكن أقول it's necessary أو it's important إنه من المهم to eat إن أنت تأكل healthy food طعام صحي وممكن أقول don't forget that eating healthy food is necessary الطعام الصحي مهم You remind your younger brother not to play with matches. فكر أخوك الصغير ما يلعبش بالكبريت. يبقى don't forget don't forget يعني ما تنساش تمام أو you must remember not to أو you don't forget not to play with matches ما تنساش ان انت المفروض ما تلعبش بالكبريت You are in a busy street انت في شارع busy busy يعني زحمة With your younger brother مع اخوك الصغير You advise him not to walk to close the road
فكره ما يمشيش بجانب الطريق. ممكن اقول له you shouldn't او you mustn't walk, وممكن اقول له برضو you must remember, you must remember not to, الا واكمل الجملة walk to close يعني هنا قريب to the road بجانب الطريق. عندي هنا محادثة بين علي وصلاح are talking about the English exam, عن امتحان الانجليش. The English exam is next week, الاسبوع القادم. Can you give me some advice, ممكن تنصحني؟ قال له yes of course. You must remember to revise the words you learned, لازم تراجع الكلمات. قال له حاجة, قال له in addition, يبقى ممكن اعمل ايه تاني؟ What ايضا يعني else should I do, طب ممكن في نصيحة تانية غير مراجعة الكلمات؟ قال له in addition, بالإضافة لذلك نقط. قال له but grammar rules are difficult, لكن الجرامر صعب. يبقى قال له you should study the grammar, لازم تذاكر الجرامر rules, قواعد الجرامر. قال له بس الجرامر صعب. قال له حاجة, قال له yes please, I'll be happy, طبعا أنا هكون سعيد. يبقى can I help you, أنا ممكن أساعدك, study them, في أن أنت تذاكر الجرامر. قال له طبعا هكون سعيد. قال له حاجة, everything will be okay, يبقى مثلا ممكن يقول له ما تقلقش, don't worry. People the sail in order to move boats faster, اخترعوا الشراء علشان يتحرك أسرع, طبعا يخترع invented. Sleeping early is not to keep healthy, عشان نحافظ على صحتنا. Harmful, مؤذي, ugly, unimportant, غير مهم, necessary, طبعا necessary. He has made a wonderful for his new flat, عمل تصميم design ولا research experiment team, طبعا عمل design رائع. Wood was not together with ropes to build boats, invented, examined, tied, sailed, طبعا الخشب مربوط مع بعض يبقى tied. Helped Egyptian to know when to plant crops, نزرع محاصيل. Ships هي اللي ساعدتنا, sales الشراء, calendars النتيجة والتقويم, keyboards لوحة المفاتيح, calendars. In the 20th century, في القرن العشرين, powerful ships, السفن القوية, were able to sail, تبيع, sail, تبحر, سيارة, mail, يرسل, طبعا sail. بعد كده عندي هنا paragraph أو email, sorry, about the invention of boats and ships. ندخل بقى excel yourself, اختبر نفسك. You must remember important, you must remember not important, is it for you to enter science competition, what important, why, how important, who, طبعا how important it, أهمية فعل هذا الشيء. The ancient Egyptians used wood tied together, استخدموا الخشب مربوط مع بعضه, with ropes مع الحبل, to knot boats, sail boats, build boats, travel boats, damage boats, طبعا استخدموا الحاجات دي to build boats لتشييد القوارب. When the reports, عندما الإنسان الآلي heard my voice, سمع صوتي, it not its head in order to look at me, sent, returned, broke, turned, طبعا turned its head يعني لف دماغه وتعرف علي. Save both his grandfather a letter, هنبدل, يبقى هنقول save posted a letter to his grandfather. A nice present was given to علياء, يبقى علياء was given a nice present, هدية جميلة. وصلنا لاختبار unit 6 page 200. A teacher is asking a student, مدرس بيسأل طالب, about James Dyson who invented the new vacuum cleaner. Did you know who James Dyson was? انت عارف مين James Dyson؟ قال له yes of course. Not, قال له he was born, يبقى when was he born, متى هو ولد. قال له حاجة, قال له he was an inventor, هو كان inventor يعني مخترع. يبقى what else do you know, تعرف ايه تاني about him, عنه. قال له انا اعرف ان هو مخترع.
قال له he invented the vacuum cleaner، هو اخترع المكنسة الكهربائية. didn't he؟ طبعا yes، أليس كذلك؟ أو of course، of course يعني بالطبع وإيه بالتأكيد، he invented it. قال له well done، أحسنت، وقال له طبعا you ممكن يشكره، you are an excellent student أو a good student، أنت طالب good، أنت طالب إيه؟ جيد، أو أنت طالب رائع. Your classmate doesn't study well، زميلك مش بيذاكر في المدرسة. Emphasize that point، أكد له على هذه النقط. يبقى ممكن أقول له don't forget to study أو you must remember. You must remember too، أنت لازم تتذكر أن أنت تعمل إيه بقى؟ study well أو study hard، ما تنساش دايما أن أنت تذاكر بجد. You won't remind your brother to do his homework، فكر أخوك يعمل واجب. Don't forget to do your homework. Your sister doesn't like eating vegetables، أختك مش بتحب تاكل خضروات. Tell her that vegetables are essential، أخبرها أن أكل خضروات مهم. يبقى don't forget that eating vegetables، إن أكل الخضروات are essential يعني ضروري، وممكن أغير كلمة essential وحط مكانها كلمة important. important يعني إيه؟ طبعا مهم. بعد كده عندي comprehension، عندي قطعة بيقول لي man has invented a lot of devices، device يعني أجهزة، الإنسان اخترع العديد من الأجهزة that have made his life easier، خلت حياته سهلة. One of these inventions is the vacuum cleaner، ده هما هو المكنسة الكهربائية. It's also known as the sweeper، مشهور باسم السويبر. سويبر جاي من يكنس اللي هي المكنسة. It's a device، اتعود طبعا على السويبر أو الفاكيوم، that picks up dust، بيلتقط التراب and dirt from، والقذارة from floors and other surface والأسطح. In 1978، في 1978 جيمس دايسون faced a problem with his vacuum، واجه مشكلة في المكنسة. Five years later، بعد خمس سنين يعني تقريبا في 83، he invented the world's first Bagels vacuum cleaner، اخترع أول مكنسة كهربائية. His cleaner was first sold in Japan، اتباعت في اليابان. Then James Dyson improved it، حسنها in an amazing way، بطريقة رائعة. Inventions are very important and useful، الاختراعات مهمة ويوسفل يعني ضرورية فين؟ في حياتنا. أول سؤال عندي بيقول لي what does a vacuum cleaner do؟ المكنسة الكهربائية بتعمل ايه؟ لو احنا رجعنا للقطعة هيقول لي انها pick، بتلتقط الدست and dirt from other surface، من على الاماكن وعلى الاسطح. Find out a word from the passage that gives the same meaning as without a bag. Without a bag يعني بدون شنطة، عايز معنى كلمة اللي هي معناها without a bag. مكنسة كهربائية ما فيهاش كيس، without a bag اللي هي طبعا زي ما قلنا في القطعة اللي هي bagless، يعني من جوه ما فيهاش كيس يجمع الزبالة، وده كان الصعوبة في الاختراع. Do you think that Dyson helped people؟ Why؟ Why not؟ هل هو ساعد الناس؟ Sure as he helped them to clean، ان هم ينظفوا their houses easily، ينظفوا بيوتهم ايه طبعا بسهولة. Dyson is a or an inventor، مخترع، discoverer مكتشف، sweeper cleaner طبعا inventor. The underline pronoun it refers to floor vacuum cleaner Japan dust، طبعا it بتشير للمكنسة الكهربائية الفاكيوم كلينر. Story قصة على chapter 2. Square Jordan black beauty، Square Jordan's friend صديق Square the rider in the stable، اللي كان راكب حصان في الستابل. Was amazed، كان مندهش، because John saved the horses، بسبب انقاذ جون الخيول. Was coughing، كانت بتكح او بيكح. Smoked the cigarette، ولع سيجارة او دخن سيجارة because of fire، هو سبب الحريقة. Saved the two men at the broken bridge، انقذ الرجلين عند البروكن بريدج. Thank Black Beauty for saving them، شكر Black Beauty علشان أنقذهم. طبعا Square Jordan thanked Beauty for saving them، يبقى E
بلاك بيوتي سيف تو مين، انقذ الرجلين اللي هما جون مالي وسكوير. سكوير جوردنز فريند ووز اميز، كان مندهش من انقاذ جون للخيول عشان ده شيء صعب. ذا رايدر ان ذا ستيبل، راكب في الستيبل سموكد سيجرت طبعا وسكافينج، واللي كانت بتكحها كانت مين؟ كانت جينجر. بعد كده عندي سؤالين كريتيكال ثينكينج، تفكير نقدي. Why do you think Square Jordan tried to make Black Beauty cross the bridge؟ ليه هو حاول يقنع Black Beauty؟ هنقول as he didn't know، لم يعرف that the bridge، هو ما كانش يعرف ان البريدج was broken. كان طبعا عمال يقول لبلاك بيوتي كمل. What do you think would happen if Black Beauty didn't stop before the bridge؟ ايه اللي كان هيحصل لو بلاك بيوتي ما توقفش قبل الكوبري؟ طبعا they would die، كانوا ممكن يحصل لهم ايه؟ يموتوا. السؤال اللي بعده سؤال اللي choose. اول جملة بيقول لي What is the name of the who made the first radio؟ visitor، inventor، discoverer، baker، مخترق. We used to cut the grass in gardens and parks، بنقطع بيه الحشائش في الجاردنز والباركنز. اللون مورز، آلة قص العشب والحشائش. vacuum cleaner، المكنسة. space robot، الإنسان الآلي. كيت الغلاية طبعا لون مور. could you make a cup of coffee please to me، me، myself، for me. طبعا could you make a cup of coffee غير عاقل، يبقى العاقل في الأول يبقى me. Egyptians were able to move their papyrus، ان هم يحركوا ورق البرد بوتس، قرب من ورق البرد، by using boxes، صناديق، machines، آلات، cookers، بوتاجازات، oars، طبعا المجداف. In the 20s not oil was used to take powerful ships around the world، في القرن العشرين. month، year، century، decade، طبعا century. Some robots، بعض الإنسان الآلي، are sent into instead of people، بدل الناس، because it's dangerous، لأنه خطر. wells، آبار، rocks، صخور، earthquakes، زلازل، volcanoes، براكين، طبعا volcanoes اللي هي البراكين. هبة bought me a present، اشترت لي هدية. عايز for me، يبقى هنبدل، يبقى هبة bought a present for me. The class brought their teacher some flowers، هنبدل، يبقى the class brought some flowers، الفصل جاب ورد for their teacher، لمدرسهم أو مدرستهم. مها gave her sister a pen، هنبدل، مها gave a pen، ادت قلم to her sister، أختها. آخر سؤال معانا a famous Egyptian invention، the calendar، عايزين باراجراف عن التقويم. طبعا بعد الاختبار ده هنلاقي اختبار مراجعة. أي سؤال يقف قدامكم بعتهولي، وإن شاء الله الفيديو القادم هنبدأ ندخل على يونت 7. مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة.